يا جماعه حكيتهم على الشاميه يا اخي ان الشاميه على ضربهم تم الحمد لله رب العالمين السيطرة الكاملة على مدينة الباب بعد معارك دامت أكثر من شهر. وبالنسبة راح قتلى لداعش بحدود تقريبا 300-400 قتيل وبحدود 400 جريح. هاي طبعا المعلومات جبناها على تصنت القبضات تبعيد داعش. وتم اغتنام أسلحة خفيفة وثقيلة وسيارات وبيكابات وتركسات ودبابات وبأمبيات. الحمد لله رب العالمين كلها تم اغتنامها من مدينة الباب. وإن شاء الله مكملين على أبزاعة وعلى قبيسين وعلى تادف إن شاء الله. وبالنسبة لموضوع النظام مبارح وأولت مبارح واليوم تراجع كذا ضيعة لما بعد تادف. وإن شاء الله متابعين المسيرة لآخر شبر في سوريا من تنظيم داعش. يلا يا شباب. الحمد لله رب العالمين تم بفضل قوات درع الفرات ومساندة الجيش التركي تحرير الباب بشكل كامل من عصابات داعش. وإن شاء الله التقدم مستمر باتجاه تادف والأماكن اللي مسيطر عليها داعش والأماكن اللي مسيطر عليها الجماعات الإرهابية من البيكيكي والداعم لهم الأساسي النظام إن شاء الله.